بس في حاجة مش فاهمها، لو احنا معناش تليفونات ازاي هنتواصل مع بعض؟ لازم نشوف حاجة بدائية. انا عندي حتة تليفون نوكيا بنانا حرباية. ايه؟ بقول بدائي. طب ما انت طول عمرك بتقول لي ايه التليفون البدائي ده؟ مونديال. هو انت عايز حاجه يا موزو في منطقه البدائي ده؟ طب انت ما سالتنيش ليه يا موزو من الاول؟ امال انا بنتع في ايه من الصبح؟ انت عندك اي فكره عن البدائيه؟ اعرف انا بلا فخر رئيس فريق الكشافه لمده 7 سنين متتاليه في مدرسه طلعت حرب الاعداديه المشتركه بنين. ازاي المشتركه وبنين؟ وايه 7 سنين في الاعداديه كلها 3 سنين؟ ما انا قعدت اسقط ال7 سنين عشان افضل قائد ورئيس فريق الكشافه ومحدش ياخد المنصب ده غيري. مازو، هل يا ترى انت تعرف تقيس سرعه الريح عن طريق الحبل البري؟ اعرف عن طريق الحبل السري. ده في الدمرداش الكلام ده. انت تقدر تعرف الوقت عن طريق انكسار الظل؟ انت تقدر تقرا الخريطه المرسومه على الارض عن طريق النجوم؟ سعدون، انت بجد بتعرف تعمل الحاجات دي كلها؟ لا انا بسالك تعرف تعملهم علشان نقضي البداية كويس. حلو قوي. لازم بقى ندور على شويه حاجات قديمه كده عشان تنقذنا في نص المهمه. ما تقلقش يا مستر وسيم، معاك جميل جمال ملوش مثال. يبقى توكلنا على الله وكله على قديم. العركة ابتدت. احنا بنهري على الفاضي. اظن كده اللبس حلو قوي. ها؟ ايوه يا حبو، بس انا خايفه ما نعرفش نكمل كده، وبعدين انا من شويه دوست على بيبي قطه على السلم وقرفانه قوي. ايه المشكله؟ ده مفيد جدا للبشره. بيبي القطه مفيد للبشره؟ ومفيد جدا للقطه كمان. ايه ده؟ على فكره انت كمان ممكن تقلعي جزمه خالص وتمشي عافيه، دي حاجه اسمها ايرثنج، كل بتوع اليوجا بيستخدموها. لا. ايه يا جميل اللي انت بتعمله ده؟ بشرب سيجاره خرمان قوي. خرمان ايه؟ دي سيجاره بدائيه. طبعا بدائيه، دي سيجاره كليوباترا بتاعت الملكه كليوباترا ذات نفسها. اطمن احنا في السليم. شيل شيل. لا مش شايل. شيل يا جميل. مش شايل. شيل هنخسر. حاضر. انا مش فاهم ايه وجع القلب ده. ما كنا رحنا كومباوند وركبنا اوتوموبيل ولا اتوبوس. اخفى الله يكسفك. اتوبوس ده بتاع الحراره، ده عايز علاج يا عم. ايوه طبعا عايز علاج بقى، انت عارف ده من زمان عايز علاج. خلاص فاكر ان انت ما تقول اوتومبيل ولا اوتوبوس خلاص بقيت بدائي، انسان بدائي يا ملط. اي حاجه من دول حديثه يا بسوني ما ينفعش. وبعدين اهدوا بقى عشان احنا يعني 3 ثواني بالظبط واللعبه هتبدا. 1 2 3. طب يعني ما قلتليش ايه رايكم في اللبس الروش طحن ده اللي انا عملته لكم؟ شوميكار خرجت لانها اتكلمت بلغه عصريه. يا وا 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 وا. عمت صباحا يا سيدي او عمت مساء. لم ترن، كما أنت رائع جميل. شكراً يا مولاي. فلنتكلم باللغة العربية الفصحى. إذاً نتكلم باللغة العربية الفصحى. إذ ربما هؤلاء القوم الذين ينظرون إلينا وكأننا جيد جداً بديع جداً جداً. فلتذهبي إلى الجحيم أيات والعجوز الشمطاء التي تسرسلين قليلاً كثيراً. ولا يعني كنت أعرف منين إن اللغة اللي أنا قلتها دي لغة جديدة؟ إش فهمنا أنا؟ حقاً إنك شمطاء حمقاء صلعاء. كفى، إنها أمه فلتصمت أيها الأحمق. أحمق؟ هذا ليس أحمق، هذا أزرق. فلتلحقه، لديه عماء ألوان. اهدئي اهدئي يا غادة الكاميليا. أما أنت يا هرتي الصغيرة فسأحفر لك أخدوداً من النار كي يتذكرك طوال العمر. عاري، أقسم بالله عاري، زلط ملط. خلاص، أما دام أنا وقعت بقى هطلع أبص على بولي زمانه صحي وأقلع اللبس المقرف ده، وخليكوا أنتوا في العطل اللي أنتوا فيه. اغربي عن وجهي أيتها الحنقاء. شكلت كأمه. الآن تتكلمين باللغة العربية يا شمطاء؟ خزوك خزوك ولم يكن في الحسبان. تفضلوا.